السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى، أهلا بكم جميعا المشاهدين. اليوم عندكم موضوع شرح تطبيقات خاص بك مباشر الأندرويد. يلا نبدأ على بركة الله. إذا ندخل إلى الموقع جوجل كروم. إذا نكتب البحث عن بحث عليها تطبيق بالفرنسية أو بالعربية. هكذا تتريب جار تابع مجرد. ندخل إلى الصفحة الرئيسية، ثم بعد نضغط على بوت تتريب، ثم بعد نكتب إيميل تاعك. تمام. من بعد نكتب يوت لوجين كود. إذا ظهر لك الخطأ اكتب لوجين، اضغط على لوجين إن، ومن بعد اكتب يوت لوجين كود هكذا. ثم من بعد يبعث لك واحد بريد رسائل من إيميل. إذا نذهب إلى الإيميل، نذهب إلى الإيميل، نبعت لك الإيميل هنا، وأرسل لك الإيميل هنا، نلعب بها نسخة، أو نسخة أو نكتب الورقة ونرجع، ثم نرجع لجوجل الصفحة، ثم نرجع لجوجل الصفحة الرئيسية ستريمير، نسجلها هنا، نسجل، ومن بعد نضغط على كريت. ومن بعد نختار زائد، نختار زائد ل هناك عديد من التواصل الاجتماعي، نضغط على اليوتيوب سينال لقناتي، ثم نضغط على ايميل، ثم نطلع تمافو. ثم نكتب سلام، ثم عندك البوبليك الخاص، ثم نضغط على الصورة كما حبيت، ثم نذهب إلى كرايت وان. نعم أنا دخلت. ثم نقرأ الكاميرا، ثم اكتب اسم عامر، وضع معك السماعات التي على الأسف، ثم ندخل أونتخي بريتو ستوديو، يعني بث مباشر. ثم عندك صورة وكتاب، ثم نذهب إلى جوجل لايف، يعني بديت بث مباشر جوجل لايف، ونطلع بإسعار هكذا، ونعود ندخل إلى اليوتيوب. نطلع على الإسعار هكذا، وهذا هي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى.